هذا اللي حمل معمل هذا كان طن حبيبات لفوق نزل في نصه وكان طن حبيبات لأسفل نزل في نصه كان هون الطن هون محل الحفر هاي أنا تنتظر ما أكثر شيء تحكي بالبكون كان في ضعف عيالك أصلاً لا حضرت عصير عصير هاي ليش مالوش معمل بلاستيك عم تقصفه الطيران الروسي لا في عسكرة ولا في دبابات ولا في صواريخ معمل بلاستيك في مقصات وفي ماكينات اكياس نايلو وفي كام عامل ليش عم تقصفه يا بشار الاسد يا بوتين طيب الباب معنا تمام على الطيران الروسي يستهدف الان الله الله. طول معمل